كي تكون قوة عظمى يجب أن تمتلك سلاحاً رادعاً. هذا ما أيقنته فرنسا بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، فالطريقة التي أقصد بها أمريكا اليابان كانت مرعبة. الوصول لسلاح مثل هذا ثمنه باهظ جداً، ولكن باريس لم تدفعه من جيبها، بل أجبرت الجزائر على أن تدفع فواتيرها عوضاً عنها. نحن الآن بصدد الكشف عن أكثر الملفات حساسية في تاريخ الجزائر الحديث. في عام 1945 وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت أحلام فرنسا النووية مع الجنرال تشارل ديغول. فبعدما حدث في ناغازاكي وهيروشيما في اليابان، أصبح الجميع يتكالب على هذا السلاح الذي لا يقهر. أصدر الجنرال الفرنسي أوامره بإنشاء محافظة للطاقة الذرية الفرنسية بهدف صناعة القنبلة النووية. ولكن هناك عائق وحيد، نريد فضاءً كبيراً يمكننا من خلاله تجريب النتيجة النهائية للسلاح الذي عملنا عليه لأكثر من عقد ونصف دون أن نتسبب بمشاكل مستعصية في أرضنا. الحل وجد بسرعة البرق من الجنرال. سنستخدم إحدى مستعمراتنا، وهنا وقع اختيارهم على صحراء الجزائر، وبالتحديد منطقة صحراء تنزروف الواقعة جنوب الجزائر. لم تهدر فرنسا أي وقت، وفي 13 من فبراير عام 1960 انطلقت التجارب الفعلية. استخدم الجيش الفرنسي أول قنبلة نووية، والتي تجاوزت قوتها قنبلة هيروشيما بأربعة مرات. تواصلت التجارب الفرنسية بعد ذلك ليبلغ عددها 57 تجربة ألقي خلالها 17 قنبلة نووية. وبعد 15 سنة استطاعت فرنسا أخيراً من الحصول على سلاحها، لتعلن بعد ذلك أنها رابعة قوة نووية على الكوكب. لكن التداعيات الكارثية للتجارب الفرنسية كانت قد بدأت في الظهور بدورها. تداعيات شملت الجنود الفرنسيين الذين شاركوا في التجارب أنفسهم، لكن النتائج الأوسع والأكثر كارثية كانت من نصيب الجزائريين بكل تأكيد. في تقاريرها قالت باريس إن هذه المنطقة قاحلة وغير مأهولة بالسكان، ولكن هذا كان بعيداً كل البعد عن الحقيقة. فعلى بعد 40 كيلومتراً كانت تقع مدينة أرغان الجزائرية، والتي أصيب 42 ألف مواطن من ساكنيها على الأقل بمضاعفات نتيجة الإشعاعات النووية لتودي بحياة أكثرهم لاحقاً. كل هذا ذكر في التقارير الفرنسية الملحقة بتقارير التجربة، ولكن ما خفي كان أعظم. فخلال هذه العملية استخدم الفرنسيون 150 سجيناً جزائرياً من سجن سيدي بالعباس كفئران مختبرات، وذلك عبر وضعهم مكبلين بالقرب من موقف العملية ليدرسوا السلوك البشري الناتج عن سقوط مثل هذه القنابل في حيز وجودهم. ظل الأمر هكذا إلى أن استقلت الجزائر بعد معاهدة إيفيان عام 1962، حينها طالب الرئيس أحمد بن بلة فرنسا بشكل واضح وصريح: الآن وقبل أي شيء عليكم أن تتوقفوا. تحفظت فرنسا في البداية، لكنهم رضخوا في النهاية. وبنهاية الاستعمار الفرنسي خرجت فرنسا تاركة وراءها مخلفات نووية مدفونة دون تطهير، ليظل سكان المنطقة في معاناة إلى يومنا هذا. فإلى متى ستظل الجزائر تدفع فواتير فرنسا؟ وإلى متى ستتهرب فرنسا من جرائمها؟